know you love me, you know you care, just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Boy, quit playing. We're just friends, what are you saying? Said there's another, look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, oh, thought you'd always be mine, mine. بنكمل معاكم الدنيا فيها ايه وفادي ابراهيم وعلي الكاشوتي على راديو اليوم السابع. وناخد اتصالات. معانا تليفون يا علي. لا الحقيقه التليفون راح. التليفون راح. ناخد سؤال بقى. نقول سؤال. لارا يعني يمكن انت عملت سنجل ونجح وبتحضري لي سنجل تاني. ليه مش حابه انت تعملي مثلا البوم كامل بحيث انت لو تعرضت عليكي حفلات او طلبت منك حفله مثلا يبقى عندك ارشيف او عندك اغاني مجموعه كبيره ممكن تغنيها؟ انا عندي دلوقتي بشتغل الالبوم بس الالبوم بياخد وقت شويه عشان كان انا بغني بالانجلش فبيبقى صعب شويه انه اختياراتك ف وبعدين كان عشان انا بكتب اغاني فبياخد وقت شويه فبدل يعني ما خلني كل الفانز يستنوا كتير قوي لالبوم بحب اطلع سينجل والسينجل لغايه ما يبقى فيه يعني وممكن كمان السينجلز ممكن اطلع مثلا دلوقتي مثلا خمس سينجلز والالبوم والخمس اغاني دول مش لازم يبقوا في الالبوم فيبقى فيه يعني ميكس اوف ايفري ثينج. حابه ان الالبوم كله يكون من كلماتك او من الافكار لا بتاعتك؟ لا مش كله عشان مثلا ميشن از يو مش من كلماتي وتشينز الاغنيه الجايه مش من كلماتي فمش لازم تبقى من كلماتي بس يعني انا حابه يعني انا زي ما قلت قبل كده بحب انه اغاني يبقى فيه مسج مش كل الاغاني يعني اكيد مش لازم ما فيش مسج فيه يعني بس الاغاني اللي فيه مسج جواها بحب انه بتيجي من عندي فاسهل لي انه انا اكتبها. وايه اقرب ستايل ميوزك انت بتحبيه؟ انا بحب اكتر ستايل ميوزك بحبه بس ملوش علاقه تماما باللي انا بغنيه كونتري ميوزك اكتر ستايل ميوزك بحبه يعني اكتر يعني عشان كل اغنيه في حكاية وراها في مسج في it's a different sound فبحبها قوي بس ما فيش علاقة خالص بالبوب اللي أنا بغنيه. لارا عايز أسألك سؤال بس هو الحقيقة يعني ممكن تحسين هو سؤال غريب يعني أغلب مطربين الوطن العربي سواء في مصر أو في الخليج أو في لبنان أو في أي مكان بيحيوا حفلات زفاف فانت طبعا ليك جمهور عريض في كل مكان في مصر وفي لبنان وفي دول كتير عربيه واكيد طبعا بان انت بتغني اغاني انجلش وحاجات كده فاكيد برضو ليك جمهور بره مصر. انت حابه ان انت تظهري مثلا في تحيي مثلا حفله زفاف زي مثلا ما فنانين كتير بيعملوا زي شيرين زي جنات زي اوريدي تامر حسني مثلا زي كل النجوم دول ولا انت شايفه ان انت بس طريق في الغنى هو سواء حفلات او البومات او حاجات زي كده مش حابه ان انت تخشي الطريق ده؟ يعني دلوقتي مش هقدر اقول ولا لا يعني اكيد لو you know انه انا لسه مبتدية فلسه يعني بشوف انا عايزة ايه وبحاول كان لسه يعني to start my journey فيعني يمكن يوم اعملها بس لغاية دلوقتي زي ما قلت دلوقتي بركز على شغلي وبس وشغلي ده عبارة عن ادخل استوديو واعمل اغاني واعمل الفيديوز وكده فيمكن في المستقبل ولا حد يعرف في ايه في المستقبل. صحيح. لارا كنت سالتك قبل الفاصل انت بتدرسي اعلام صح؟ طيب ممكن تجربي ان انت تعملي برنامج من تقديمك او تكملي في المجال ده؟ مش عارفه يعني انا لسه مبتديه لسه يعني في ان ذا سبجكت في الجامعه لسه اخدت بس كام كورسز فمش عارفه هنشوف يعني انا دلوقتي زي ما قلت يعني ده هيبقى على جنب مع التمثيل شويه نستنى شويه بس حاسه انه ممكن اعملها اكيد مش بالعربي لو حد عرض عليا يمكن لو عملته مثلا راديو هنا بالانجلش ليه لا؟ اكيد طبعا تنورتي زميله ده يعني حاجه مهمه جدا اكيد انا استقبل الناس وانا اكلمهم كل حاجه اكيد ليه لا؟ طيب لارا احنا الحقيقه خلاص فاضل لنا 10 دقائق بالظبط وانا عايز اقول مفاجاه لكل اللي بيسمعونا ان احنا هنستقبل من دلوقتي لحد اخر الحلقه مكالمات اللي بيكلمونا بس بجد يعني في عجله يعني كل واحد ياخد كده 10 ثواني 10 ثواني عشان نلحق ناخد كم كبير. خلينا ناخد تليفون دلوقتي نقول الو 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 هلو مين معانا؟
الو انا عايز اخبط توبيت. هاي هاي لورا ازيك؟ هاي انا كويسه ازيك؟ انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. ثانك يو لورا، انت شرفت مصر وكل الفانز اللي عندك بيحبوا يسلم عليكي وكلهم عاوزين يكلموك بس مش عارفين الضغط بنحاول. انت خدتي اكتر من 20 ثانيه على فكره. طب لا انا بحبك قوي، انا كمان بحبك قوي وبشكرك على نور خالص. ثانك يو، ميرسي ليكي جدا. شكرا جزيلا. معلش احنا مش هنقدر نطول على يعني في المكالمات، يا ريت بس كل حد يخش يكلمنا 10 ثواني او اكتر. ونفكرهم برضو يا علي برقم تليفون 014-045-94. طيب ناخد كمان تليفون ونقول الو. هلا أهلا. ايوه اتفضل، مين معانا؟ احمد من مصر. ازيك يا احمد؟ احمد هاي. احمد اتفضل خش بسرعه يعني مفيش وقت. اوكي انا عايز اقول بس انا بيجي استفاد بجد. ثانك يو سو ماتش احمد. كله على تويتر. اه ثانك يو سو ماتش. الو معاك يا احمد، سامعينك. I love you so much. I love you very much. I love you so much. Thank you. شكرا يا احمد، ميرسي جدا. طبعا يعني حاول بقى يكلمونا على طول على طول عشان خلاص الوقت البرنامج بيخلص. هنقول كمان على تليفون. الو. هلو. الو. الو اتفضلي، مين معانا؟ هلو. الو هاي. هاي ازيك يا لارا، بنحبك كتير. انا بحبك وبنمشي وعايزين نشوفك في الكلاسيك واحنا فخورين كتير بيك قوي. خلاص نو بروبلم. سوريا واسكندريه وكل مصر وكل كل مصر كلها. ميرسي ليكي جدا، شكرا جزيلا. هناخد كمان تليفون. الو. الو مين معانا؟ الو ايوه سامعينك، مين معانا؟ ايوه انا امنيه. ازيك يا امنيه؟ هاي امنيه. الحمد لله. لارا معاكي. هاي. الو هاي امنيه. هاي لارا. هاي ازيك؟ ازيك حبيبتي؟ كويسه. كلنا بنحبك قوي وكلنا عايزين نكلمك بس طبعا الاغلبيه. I know حبيبتي بس thank you so much انه I got to hear your voice. بنحبك جدا، فخورين بيكي جدا 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 ومعاكي الاخر 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 يا لورا. غني عربي، غني يا سيدي، اي لغه تغنيها احنا معاكي. ربنا يخليك، ميرسي جدا يا امنيه على تليفونك. شكرا يا امنيه على تليفونك. حقيقة يعني بنحاول ناخد كم أكبر كم من التليفونات عشان برضو ما حدش يزعل مننا، لأن كمان إحنا مش قادرين نقول كل الكومنتات اللي بتجيلنا على الفان بيج. معانا تليفون. هلا. ألو. ألو. هاي. أيوة اتفضلي، مين معانا؟ ممكن أكلم لارا؟ لارا معاك. طبعا اتفضلي اتفضلي. هاي. هاي لارا ازيك؟ أنا نادين من كندا. هاي نادين، هاو آر يو؟ ازيك؟ كويسة؟ قال نادين مفيش وقت، اتفضلي عايزه تقولي ايه؟ انا الحقيقه مش سامعاكم كويس. انا ما عنديش اي سؤال ولا حاجه، انا بس حبيت اتكلم على لارا. نادين هاي سو ماتش. ثانك يو. ونسي سو ماتش. اي مس يو فيري ماتش. يو روك. ثانك يو. ثانك يو. ا بيج 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 كيس. بيج 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 كيس. ثانك يو سو ماتش. ميرسي ليكي جدا وميرسي لكل اللي بيسمعونا من كندا. الحقيقه يعني ناخد شويه كومنتات ونكمل في الفان بيج علي بسرعه. مش عارف ارض مين بصراحه. في نانسي بتقول بجد من كل قلبي شكرا كتير للبرنامج على استضافه لارا. وفي مايا درويش بتقول لارا حياتي بتعقدي وبتعقدي عن جد، نحن معك للاخر. نحن معك للاخر. اقرا يا علي. طيب انا الحقيقه الكومنتات عندي يعني في حاجات كتير فمش شايف الكومنتات اللي انت بتقراها. طب ناخد تليفون، نقول الو. ناخد تليفون. الو. 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 هاي. انا ممكن اكلم لارا؟ لارا معاكي طبعا، اتفضلي. هاي. هاي. هاي مين معايا؟ انا ليه. هاي. عندك كام سنه؟ هاي هاو ار يو؟ اي ام جود، هاو اولد ار يو؟ ام فاين. يو جود؟ جود، فيري جود. ها؟ You're good? كويسة؟ كويسة. Good. Okay. Very nice. ميرسي جدا على تليفونك، شكرا جزيلا. من مختلف الأعمار بيسمعونا وبيقولوا لارا من كافة الأعمار بيكلمونا الحقيقة. في الياسر في تليفون. طب اقرا طيب الكومنت. طيب شوف طبعا. في شكرا لأحلى إذاعة، اللقاء الرائع لبنوتي النجمة الرقيقة الجميلة لارا، بحبك كتير يا قلبي.
ناخد تليفون يا علي. لا خلاص تليفون زعل منك فمش طيب. رجع تاني اهو. طيب نغم. الو الو ايوه اتفضلي مين معانا؟ معاكوا يارا احمد العزيز. يارا ازيك عامله ايه؟ يارا من اهم المستمعين يعني بجد ميرسي ليك يارا انت بتسمعينا. يارا معاكي لارا اتفضلي. هاي منورين البرنامج. ازيك يا لارا؟ هاي انا بحب كده صوتك جامد جدا. انا بحبكم قوي. ثانك يو سو ماتش. يلا بالبعث. طب ميرسي ليكي جدا يا يارا انت متفهمه الموقف بجد. يعني يا جماعه كل اللي اتكلمنا يحاول بس يسلم على لارا وخلاص على كده لان الوقت جدا فاضل لنا 3 دقايق هناخد مكالمه بسرعه بسرعه. الو الو هلو الو هلو الو هاي 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 سلوني عامله ايه؟ كويسه ثانك يو. تمام ايه اخبارك؟ احنا بنحبك جدا. انا اسمي مارينا. ثانك يو مارينا. نفسي دايما اسمع صوتك وانت مبسوطه وفرحانه يا حاج. ثانك يو سو ماتش. وان شاء الله مستنيين السنجل الجديد السنجل بتاع مصر كمان. ثانك يو. حقيقة علي للأسف يعني وقتنا جري بسرعة جدا. الساعتين طاروا هوا ولارا منورانا. ونقول لكل الفانز على الدنيا فيها ايه الفان بيجي بتاعتنا. لارا متابعة كل الكومنتات بتاعتكم وبتقراها بنفسها خلال الفواصل وطول الحلقة. وانا بعت مسج وكتبت لكم يعني انتوا لو دورتوا شوية هتلاقوها تحت صعبة هتكتب لكم كمان بعد الهوا على طول هتكتب لكم ميرسي لكل الجمهور بتاعنا. و نقول لكم استنونا طبعا بكره من الساعه 9 للساعه 11 على راديو اليوم السابع هيكون معاكم فادي ومروه. وبنشكرك يا لارا قوي ان انت لبيتي دعوتنا على طول. ثانك يو سو ماتش. وتوعدينا ان انت تكوني موجوده بعد السنجل الجديد. اكيد انا هرجع. وام سو هابي. ثانك يو جايز سو ماتش. اي هاد ا لوت اوف فان. الحقيقه لارا بجد انا بشكرك شكرا جزيلا على ان انت لبيتي الدعوه بتاعتنا. وبجد بشكر كل الفانز بتوعك ان هم وجهونا ليكي وحبوا ان احنا انت وباش تكونوا معانا. بس للاسف احنا ما قدرناش يعني نقول نجمعكم مع بعض. بس اكيد طبعا ان شاء الله هتكونوا انتوا الاثنين معانا في حلقه وهتكون من اجمل الحلقات إن شاء الله. يعني هتبقى اضافه لبرنامج الدنيا فيها ايه. طبعا احنا بكره ان شاء الله هيكون معانا المنتج محمد حامد في الدنيا فيها ايه من الساعه 9 للساعه 11. وخلاص الحقيقه وقتنا كله خلص. مش قادر يعني اقرا كومنتات لان كومنتات كتير جدا وكل الناس زعلت مننا. بس ارجوكم سامحونا ولا حد يزعل ولا حد يزعل خالص. وخلينا نختم حلقتنا باغنيه تغنها لنا لارا. اوكي. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. I said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Thank you so much.